أنا مجند عيسى حسن الحمادي، من حمص، من الطائف العلوي. منين؟ من حمص؟ من ضيعة اسمها تسنيم. بأي فرع كنت تخدم؟ كنت أخدم بالفرع 248 مخابرات العامة بسوريا بالمزي. ما هي الشهادة الهامة التي ستدلي بها أمام الأعلام بخصوص مقتل الفنان خالد تاجة؟ هلا بصراحة إنه مشان الممثل خالد تاجة، إنه الله يرحمه، لأن زلمة توفى. نحن أنا ما بعرف، يعني أنا شفته إنه فوتوه على الفرع، بعد بشي يومين أو ثلاثة أيام طلع، سمعت صوت صياح وقتل وضرب وتعذيب وإهانات، يعني شيء مو طبيعي، يعني شيء ما بتصوره العقل. بس وقتها هون سمعت أنا في المحقق صار يصيح للعناصر إنه جيبوا سيارة إسعاف. جابوا سيارة إسعاف ولا حملوا الممثل خالد تاجة على بالسيارة وطلعوا فيها على المشفى. سألنا، صرنا نسأل، نحن هون بين نحن عناصر بين بعضنا، صرنا نسأل شو اللي صاير، شو في؟ قال إنه خالد تاجة بالتحقيق على يعني يمكن يعني على هو التعذيب والضرب، يعني نحن سمعنا بداناتنا، يعني قالوا يمكن إنه جيتوا غيبوبة. بقى هنا أسعفوه على المشفى، وبعدها بيومين ثلاثة إجانا خبر إنه خالد تاجة توفى. قلنا هالشيء مستحيل، شو توفى يعني غيبوبة هي؟ ما أنا قالوا، بس يعني هون عم يقولوا أطباء إنه هاي من آثار التعذيب وهيك، وهو كان معه مرض، يعني وفوق المرض يعني تعذيب وضرب وإهانات، ونحن كنا نسمع كل شيء. يعني هو كان بغرفة التحقيق، يعني أثناء كان بغرفة التحقيق، كان بغرفة التحقيق، وبعد ما طلع، بعد ما لما اجت سيارة الاسعاف طلعنا نحن من غرفة التحقيق. كان بغيبوبة او مغمى عليه؟ ايه هيك بينا نحن انه بغيبوبة. هذا كان اثار ضرب وتعذيب وكذا؟ ايه مبين على وشه، مبين على وشه، وصار يقول لهم لك انا ممثل محترم، انا مثلت كذا، انا مثلت كذا. يعني هون بأثر تحقيق، ما يعني الزلمة هون معاد المحقق معاد يرد عليه، صار يضربه ويقتله يعني ويهين، ونحن صرنا نسمع أصوات، يعني مش شيء مستحيل، يعني ما عرفنا يعني شو اللي عم يصير جوا. الفترة اللي ضل فيها الفنان خالد تاجة داخل السجن كم يوم تقريبا؟ يعني بالضبط أنا ما بعرف، لأن يعني ضل شيء أربعة أيام، يومين بدون تحقيق، وثالث يوم طالعوه شوي يعني شي ساعة، ورابع يوم يلي نفسه طالعوا ضل شي ساعتين أو ثلاثة بالفرع، وبعدين تم إسعافه على المشفى. يعني الله، أنت بتأكد وفاة الفنان خالد تاجة هو تحت التعذيب؟ لأن التلفزيون السوري قال إني فنان خالد تاجة توفى موت طبيعي. لا انا باكد هالشيء، انه هالشيء غلط اللي حكت الاعلام السوري، لان نحن شفنا شيء بعيوننا، يعني واللي بيسمع غير اللي بيشوف. لك ما بقى في براسكم شرف، ما بقى في ناموس، ولك على شو ساكتين ورضيانين؟ والله عيشة الميتين بالقبر أحسن من عيشتكن. ولك كل يوم بتنهانوا ألف إهانة وبتنزلوا ألف مرة، ليش ساكتين؟ العبا ضربكن. ولك شلان تقدروا تطلعوا بعيون نسوانكن؟ شلان بتقدروا تعملوا حالكم رجال قدامهم؟ لك في موظف بيصرخ بوشكم وبتقدروا تردوا عليه؟ في واحد بهزلكم بخصره مشان يورجيكم فرده وبتقدروا تطلعوا بعيونه؟ العبا ضرب.